الأولى فقراتنا زينب لليوم بتحمل كتير من الأجوبة على استفسارات كتير من الأمهات، وأكيد عم نحكي اليوم عن مشكلات التعلم والكشف المبكر عنها يلي له أهمية كتير كبيرة طبعاً قبل ما تتفاقم المشكلة لدرجة يصعب العلاج بعدها. طبعاً عم نحكي عن تداخل أنماط الصعوبات وتصبح أقل قابلية للتشخيص والعلاج. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وكيف منقدر نلاحظ بشكل مباشر على الطفل أي مشكلة من المشكلات. أكيد بيسعدنا نستقبل دكتورة وفاء شعبان، دكتورة بالتربية. يسعد صباحك دكتورة. صباحكم يا أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني عم نحكي عن موضوع كتير هلأ شائع عم نشوفه، صعوبات التعلم، التأخر بالنطق، بعض المشكلات اللي كتير شائعة. اليوم عم نحكي عن موضوع صعوبات التعلم. خبرينا أول شيء كيف بيظهر على الطفل أعراض أنه عنده صعوبة بالتعلم؟ خلينا أولاً بحب أشكركم على هذا الموضوع الجميل جداً لسببين. أولاً قربت تفتح المدارس، على فتوح المدارس الأهالي كلياتها صارت بلشت تكتشف وتعاني أنه ابني عم بيعاني من مشكلة بالتعلم، خاصة وقت اللي عم يروح على المدارس ليتم تسجيلهم بالمدارس عم يرفضوا. ليه؟ لأنه ابني، مع أنه ابني أنا ذكي، ابني ما عنده مشكلة، ابني ما بيعاني من أي شيء، بس ليش المدرسة عم ما بترفضه؟ هذا سبب الأول. السبب الثاني اللي أهمية هذا الموضوع، السبب الأهم أنه نسبة على العموم اضطراب التعلم أو صعوبات التعلم. هلأ بدنا نفرق ما بين شو الفرق ما بين صعوبات التعلم واضطراب التعلم، فهي نسبة شائعة جدا ونسبة كبيرة، يعني نسبتها بين الأطفال حتى بين الأفراد سواء صغار أو كبار حوالي 8-10%. اضطراب التعلم أو ما بما يسمى صعوبات التعلم، كان الشيء الاسم الشائع أكثر هو صعوبات التعلم. هلأ DSM-5 الجديد بيقول لك لا، هو اسمه اضطرابات تعلم. طب شو الفرق بين الاثنين؟ نحن هنحكي بس شوي بمختصر مفيد عن هذا الموضوع. نعم. لأنه كتير مهم أنه لما الأم بدها تسمع أنه ابني عم بيعاني من اضطراب تعلم، شو هذا؟ أحد الأمهات قالت لي شو هذا، مصطلح جديد يعني غير صعوبة التعلم، فافتكرت أنه ممكن يكون ابني عم بيعاني من مشاكل. لازم يكون واضح هذا المصطلح. تمام. هذا اللي بيّنته الجمعية الأمريكية بالDSM-5، انه فرقوا ما بين اضطراب التعلم وصعوبات التعلم من خلال التشخيص. التشخيص اللي بيهم اولا كان عندنا صعوبات التعلم له علاقة كبيرة بالنسبة الذكاء. هلأ نحن منقول أنه اضطراب التعلم هو مجموعة من التحديات يلي الطفل عم بيواجهها أثناء عملية التعلم، وهي التحديات بتتجلى بعدة مظاهر: ضعف بالقراءة أو صعوبة بالقراءة أو بالحساب أو بالكتابة أو حتى في مجموعة العمليات النفسية على العموم. مع العلم أنه التشخيص الجديد لاضطراب التعلم استثنوا منه شغلتين اللي هي اختبار الذكاء أولا، وثانيا استبعدنا كمان الاختبارات النمائية منها. فهذا المهم، هذا أهم شيء أنه قدرنا نعطي فكرة بسيطة عن اضطراب التعلم. دكتورة بشكل مبسط اليوم بأي عمر نحن فينا نحكم على الطفل أنه يعاني من صعوبات التعلم؟ شو هي الأعراض الظاهرة يلي ممكن تلاحظها الأم بنفسها؟ بمرحلة الطفولة من عمر 2-4 سنين في عدد كتير من المهارات اللي الأم بتلاحظها وبتبقى بحيرة بأمرها، ما لا عارفة إنه أنا ابني ليه هيك. ما على سبيل المثال خلينا ناخذ من المهارات الدقيقة، إنه الطفل مثلا ما بيقدر يمسك القلم بشكل صحيح حتى لو صار عمره 3 سنين أو 4 سنين، ما بيقدر يمسك القلم، ما بيقدر يلعب بالمعجون مثل أقرانه، ما بيقدر. المهارات الدقيقة هون بتلاقيها كتير ضعيفة عنده. فهذا الموضوع كتير بيشغل بال الأم، بس ما بتقدر هي تقرر انه أنا أبني ليه هيك عم بيعاني. النقطة الثانية المهارات مثلا الدقيقة، المهارات الحركية الكبيرة، الولد مشي بيعاني من مشكلة بالمشي، ممكن يكون في عنده تأخر المشي، ممكن يمشي بطريقة غير مسمية مثلا الطفل الأخرق، انه بيمشي بطريقة ما انا كتير واضحة، ما انا كتير مزبوطة. نفس الشيء ما بيقدر يقفز،
عن درجة ما بيقدر يقفز، ما بيقدر يطلع مثلا بشكل متناوب على الدرج أو ينزل أو يطلع، فهذا الموضوع كتير بتعاني منه الأمهات، بالإضافة إلى مثلا اتباع التوجيهات. اتباع التوجيهات انه الام بتعطي ابنها معلومه واحده، اذا صاروا تنتين خلص فات بمتاهه، ما بقدر مثلا جيب لي كاسه مي ماما وسكر الباب، صاروا اثنين يا بيعمل واحده ويا بينسى الثانيه، فهذا الموضوع كثير مهم، بالاضافه الى مجموعه من المفاهيم ما بيدركها الطفل، ومع انه مقارنه ما اقرانه بيكون الطفل بيعرفها، مثل مثلا معرفه الالوان. أحياناً طفل بيجينا 5 سنين أو 6 سنين خلينا نقول، يعني يجتاز المرحلة اللي هي عم بتشتغلها بالبيت وما بيعرف شو الألوان، ما بيعرف يمين وشمال، ما بيقدر يميز بين إيده اليمين وإيده الشمال. هذا الشيء ممكن تكون الأم مسؤولة شوي عنه، لأنه الطفل لما بيولد أكيد ما حيعرف اليمين من الشمال، كثرة متابعة الأم ممكن هي تحميه من صعوبات التعلم تمام. أو اضطرابات؟ تمام، لا ما بتقدر تحميه، لأنه هلأ إذا حكينا نحن بالأسباب بتعرفي أنت أنه لما بدنا نحكي على الأسباب بتعرفي أنه هذا شيء جاي معاه، بس كلامك كتير حلو أنه الأم كيف بدها تقدر تحميه، في فرق ما بين الأم اللي هي ما نعطي هذا الطفل هالمفاهيم، يعني ما بيعرفها هاي المفاهيم. أنا إذا دربت ابني وعلمته ولقيته تعلم معناته هو ما نوع اضطراب تعلم، ما نوع صعوبة، هذا الفرق أو هذا التشخيص الفارق بينه وبين اضطراب التعلم، أنه أنا إذا كان بمعلمة المعلمة الروضة إذا غيرت من أسلوبها بالتعامل مع هذا الطفل وتحسن الطفل واجتاز المرحلة فيه، معناته هو ما عنده اضطراب بالتعلم، هو عنده مشكلة أنه هو ما أخذ. هون بيبقى فقر في البيئة، في البيئة التعليمية انه هو ما تعلم. اما انا لا، انا بعدين في شغلات الطفل بياخدها يعني مكتسبة تماما، يعني من التلفزيون بتعرفي، من افلام كرتون بياخدها من خلال رفيقه، من خلال امه مثلا، هات كنستك الحمراء تمام، عرفتي، هات بنطلونك الطويل مفهوم طويل وقصير، هو بيروح بيجيب لها القصير، انا قلت الطويل، فهو ما قدر يدرك شو معناه طويل وقصير، بس لما بعلمه أنا وبيدرك وبيفهم وبيصير بيمارسها، معناته هذا مو اضطراب تعلم أو صعوبة تعلم، لا، بس لأنه اضطراب التعلم أو صعوبة التعلم بتبقى جاي معه هو ببطن أمه. نعم، طب خبرينا دكتورة، اليوم عم نشوف أنه في شيء عم يترافق مع اضطرابات التعلم مثل فرط النشاط مثلا، تأخر النطق، هدول كلهم عوامل أيضا عم تجتمع لا يكون في تأخر بالتعلم، وعم نشوف هذا الشيء موجود. اليوم الأم كيف فيها تتصرف إذا واجهت هي المشكلة؟ لوين تتوجه؟ يعني دائما بيكون هم الأم أنه قبل ما يفوت على المدرسة ابنها يكون مكتسب قليل من المهارات إذا كان عنده مشكلة. نعم. كيف تتصرف؟ نعم، نرجع لنقطة البداية، أنه الأم لما بتلاحظ، قبل ما اقول ملاحظه الام، معلومه نظريه انه اثبتت كل الدراسات انه اي طفل بيعاني من اضطراب تعلم او صعوبات تعلم ممكن كثير يعاني، 15% منهم بيعانوا من تاخر اللغوي. التاخر اللغوي هو اضطرابات بالنطق او تاخر في الكلام، و15% الثانيين بيعانوا من الاي دي اتش دي يلي هو حضرتك قلتيه، فرط الحركه وتشتت الانتباه. بس مو معناتها انه اي طفل عنده اي دي اتش دي معناتها ممكن يعاني من اضطراب التعلم او العكس، صحيح لسه الدراسات ما اثبتت هذا الموضوع، لكن نسبه كثير كبيره بيجينا من الاطفال. يعني انا لما بدي شخص طفل عنده اضطراب تعلم، انا بحط ببالي كمان من خلال الاختبارات اللي انا بحطها لحتى اقيم هذا الطفل، بحط اختبارات الاي دي اتش دي او بحط اختبارات التأخر اللغوي. بالنسبة لحضرتك بنرجع للسؤال انه الام كيف بتعاني، طب ما انا كأم بعمر 3 سنين مقارنة مع اقرانه من الاطفال، بلاحظ انه الطفل ما عنده ذخيرة لغوية، ما عنده كم من المفردات الكثيرة، فهذا مؤشر انه انا ابني عنده مشكلة. حماتها جيرانها بتقلها خلص ابوه كان هيك تماماً. ابوه تأخر اتركي، مو مشكلة، في كثير اولاد بيحكوا على الخمسة، بيحكوا على الخمسة. طب انت وين خسراني اذا كان انت عرضتيه على اخصائي وطمنتي قلبك، لانه في عندي سنتين ما بين الثلاثه وما بين ال5 سنين او 6 سنين لحتى يحكي هذا الطفل،
كثير كثير المسافه كثير كبيره بتكوني انت ضيعتي على الولد. رضيعه اخصائي تخاطب او اخصائي نطق وقت اللي بيقول لك امورك كلها بالسليم وما عندك مشكله، ساعتها انت بتنتقلي بتقولي انا خلص ابني ما بيعاني منها. والنقطه الثانيه اللي حضرتك قلتيها الاي دي اتش دي، بدي فرق انا ما بين نقطتين كثير مهمين، اني انا فعلا ابني كثير الحركه ولا مشاغب. لاحظتي هي اللي بتقع هلا موضه جديده طالعه، انا ابني مهيبر ابنك مهيبر انا ابني مهيبر، ما بيصير. انا ما بقدر اقول اني انا ابني مهيبر. في فرق ما بين مشاغب، الطفل عنده طاقه، الطفل عنده بدي انا لبي احتياجاته بالنهايه. اسمه طفل دكتوره، طفل يعني اسمه طفل. طفل تمام، طفل. هذا الطفل انا بدي لبي احتياجاته. لما انا بلبي احتياجاته، لانه الاي دي اتش دي او الفرط الحركه وتشتت الانتباه لها معايير، بده يكون الولد عنده فرط حركه بالاضافه لتشتت انتباه بالاضافه للاندفاعيه، وبعدين ما بيتشخص الطفل من اول مره وثاني مره لا يقل. هلا كمان المحكي الجديد باضطراب التعلم انه هذا الحدث او هذا الفعل على هذا الطفل لازم يستمر 6 شهور متتاليه. نعم. لاحظتي؟ نحن مين ما شفنا طفل يمكن عم يتحرك كثير بنقول له فرط نشاط، فورا نحن بنحكم عليه او صعوبه تعلم او صعوبه تعلم. فكثير مشكله صايره انه نحن ما بنقدر نفرق بشكل دقيق ما بين هالاضطرابات هي، وهي فعلا اضطرابات متداخله. ويمكن كمان فرح وسائل التواصل، الموبايلات والتابات اللي عم تنعطى للاولاد ما عم تاثر سلبا على النطق. يعني انا مثلا عندنا حاله انه مثلا في تاخر نطق، بس شو سببها؟ سببها انه يا سماع يا اما اسلوب الحياه. هلا اثر التلفزيون واثر الوسائل التكنولوجيه للطفل سيئه جدا جدا جدا، كانك انت عم بتعطي ابنك وعم تعطي الطفل سب القطارة. ليه؟ لأنه الطفل أول ما أنا بدي أرتاح منه بالسنة، أنا عندي حالات الأطفال الموبايل بيكون بإيدهم بالسنة. هذا السنة بالسنة أنت لا بتحاوري، ماني فاضي حاوره، أو مثلا ظروف اقتصادية تارك الولد عند حدا عند أمه أو أبوه حاطته، فالولد بده يسكتوه بهي الأساليب. فهذا الموضوع كتير بيأثر. أول شغلة بيأثر عندي تأخر لغوي، ثاني شغله بيعمل لي تاخر نمائي. هذا التاخر النمائي بياثر بشكل كثير كبير للمستقبل. بيجي الولد بعمر 5 6 سنين ما بيحكي، بيقولوا لك كانت طالعه موضه انه هذا اسمه توحد شاشات. هو لا طبعا مو توحد شاشات، ولا يعني في دراسات اثبتت بتقول لك توحد شاشات، وفي دراسات بتقول لك لا ما له علاقه هذا الموضوع. لكن الطفل اللي عنده استعداد يقعد 4 5 ساعات على الموبايل اكيد اكيد تأثر عليه اجتماعيا، ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية اللغوية ومن الناحية المعرفية والإدراكية. تمام دكتورة، موضوع مهم. أسباب اليوم اللي عم نحكي عن اضطرابات التعلم، الأسباب اللي بتؤدي إلى هي اللي هي الأسباب أثناء كونه جنين، ويمكن بعد الضغوط اللي تعرضت إلى الأم، أو لا هي يمكن بالجينات مثل نحن ما بنقول بين بعض، أو ممكن يتعرض لضغط. كيف ممكن تصيبه هي الاضطرابات اللي عم نحكي عنها؟ هلا في عنا اسباب وفي عنا عوامل. الاسباب اللي هي عباره عن قبل الولاده، مثلا الام قبل الولاده تعرضت لمشاكل معينه، اخذت دواء التدخين، المخدرات، العقاقير، الكحول الى اخره، هذا كله قبل الولاده. اثناء الولاده ممكن عسر الولاده ياثر على الطفل، الحبل السري يكون ملتف على رقبه الطفل، ممكن الولد اجى ازرق. بعد الولاده ممكن يتعرض الطفل الى اختلاجات، ممكن يتعرض الى حراره عاليه، ممكن يتعرض على العدد من الامراض قد تؤثر تؤدي الى اضطراب للتعلم او صعوبه التعلم. وبعدين في عندنا العوامل، بقى في عندنا عوامل وراثيه اثبتت كثير من الدراسات. هلا لحد الان لاقول لك على شغله، 80% من الاعاقات مجهوله السبب، لكن اجمع العلماء بشكل عام بناء على الدراسات التي تم دراستها انه لا يمكن بعيله يطلع عندي طفل إلا ممكن يكون الأب أو الأم أو الأخوات عندهم صعوبة تعلم. بالإضافة مثلا عوامل بيئية، مثلا تعرض الطفل إلى الرصاص، تعرض الطفل إلى مادة الرصاص، مو طبعا الرصاص يعني في المواد الكيماوية
النفسية اللي بيتعرض لها ممكن كمان تأثر على الطفل، بالإضافة إلى عوامل عصبية كمان ممكن تأثر على الطفل، وممكن تعمل عنده اضطراب بالتعلم. نعم، يعني بتحبي تقولي نصائح أخيرة لكل أم عندها أطفال اليوم حتى يكون في وقاية من اضطرابات أو صعوبات التعلم؟ أنا بحب أقول لكل أم، هذا الطفل هو ابنك، قد ما تقدري انتبهي لكل خطواته، انتبهي إذا ابنك قالت لك معلمت الروضة، نحن عم بنحكي بمرحلة ما قبل الروضة، إذا قالت لك معلمت الروضة إنه ابنك ما عم يتفاعل اجتماعيا مع الآخرين، أو ابنك ممكن يتفاعل بالعدوان، عم يعتدي على الآخرين، ليه؟ لأنه بيكون في عنده شيء مثلا نسبة الذكاء أعلى من عمره، وعم بياخد كميات هو داخله مل منها. بنلاحظي تابعي المعلمة، تابعي العوامل الاجتماعية اللي ابنك هو عم بيتعرض لها بكل شيء، وتابعي تحركاته، حتى غذائه، حتى المفاهيم له. وما بدي أنا تقارن أي أم ابنها بأي بآخر، لا، بس تقارنه بنفسه، تقارنه بمجموعة عمرية زمنية، إنه الطفل بعمر 3 سنين شو هي الميزات اللي لازم بيعرفها. فبتمنى لكل أم إنها تتوجه للأخصائي، ما تخاف، في أخصائيين كتير كتير ممكن يفيدوها ويقولوا لابنك ما عنده أي مشكلة، أو إذا كانت عنده مشكلة صغيرة قابلة إلى الشفاء. هذا المفهوم يلي نحن كنا نعرفه سابقا انه صعوبات التعلم غير قابل للشفاء، لا، اذا كان اكتشف بشكل مبكر جدا ممكن يكون قابل للشفاء. نعم، هي اهم نقطه دكتوره، كل ما كنا مراقبين الطفل بشكل كامل ومحيطين يمكن بتفاصيله بتفاصيل حياته كلياتها، كل ما كانت الشفاء نسبته اعلى ومبكره اكثر. شكرا لك دكتوره على كل المعلومات. شكرا حبيبتي، شكرا لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك.